أسامة عادل أحمد بشكار ابن قتال الشهيد القائد أبو علي مصطفى إيمانا بالله وبقضيتنا الفلسطينية العادلة وهبت روحي فداء فلسطين وعزما وتصميما للثأر للدماء الزكية الطاهرة التي روت ثرى الوطن الحبيب في مخيم جنين ونابلس ورام الله وبيت لحم وباقي مناطق الوطن بالضفة وغزة كما عهد مني بالسير على دب الشهداء القادة سبيلها نجاهد وفي سبيلها نجاهد وبها فليعد للدين مجده وليعد للأقصى طهره فليعد للأقصى طهره ولترق منهم دماء ولترق منهم دماء حكى لك إيش قبل ما يطلع يا خالتي؟